مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس ليوم غد الخميس. كتوقع مديرية الارصاد الجوية ان يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل والسهول المحيطية، كما غادي تكون مصحوبة بكتل ضبابية او قطرات مطرية جد خفيفة وذلك خلال الصباح، وغادي تلاحظ كذلك مرور سحب كثيفة خلال المساء والليل فوق منطقة طنجة والغرب واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية والريف واحتمال السيس والاطلس المتوسط، كما غادي تكون مرفوقة بامطار متفرقة، فيما غادي تكون الاجواء مستقرة مع سماء صافية الى قيلة السحب بالأقاليم الجنوبية وقيلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق. لأن نخليكم مع درجات الحرارة: 17 درجة مدينة طنجة، 17 بوجدة، 15 درجة بالرباط، 17 درجة بفاس، 14 درجة مدينة الدار البيضاء، 16 بمكناس، 19 درجة بمدينة مراكش، 12 بأكادير، 17 درجة مدينة العيون و 19 درجة بالداخلة. لأن نخليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعه من الامتيازات، اجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تيفي واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تيفي وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، برامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تيفي. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تيفي، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.